عليكم السلام. هل كفرت الزهار المعلق زي كفرت الطلاق المعلق؟ كفارة الظهار المعلق هي المذكورة في صورة المجادلة. طب إذا الزوج لم يكفر صيام شهرين متتابعين وكفر طعام 60 مسكين، هو الزوج تعمل إيه؟ هو عاجز عاجز أو يستطيع. هو بيصوم رمضان. لا، أصل صيام رمضان يختلف عن صيام شهرين متتابعين. هو عاجز أو مستطيع؟ بس انا مش عارفه هو عاجز ولا مش عاجز. هو أنت ليس عليك إثم في هذه الحال، ليس عليك إثم. إذا قال أنا عاجز ليس عليك أنت إثم. شكرا يا شيخ. عفوا، بارك الله فيك.